احنا شفنا كذلك السيناتور ليبيا في الحقيقه كان اشياء مهمه جدا اكتشاف خصوصا على مستوى الزربيه، فبابار هذه الزربيه في الحقيقه مهمه جدا بالنسبه لنا، وسنعمل على الترويج لها داخليا وخارجيا، ونعطوها فرصه لان تكون حقيقه سفيره يعني للصناعه التقليديه بالنسبه للجزائر في الخارج، حافظوا على الملكيه الفكريه لكل المنتوجات الذاتيه تاع الحرفيين الجزائريين. وكذلك ايضا الان في اطار الوزاره باعتبار العمل العائلي كجزء من الوزاره، ايضا نحب نقف على المجهود اللي تقوم به خصوصا النساء في المناطق المعزوله في مناطق الارياف، في اطار ايضا حركيه جديده، حركيه اقتصاديه، لان السيد رئيس الجمهوريه لما ركز على نقاط الظل من خلال مناطق الظل من خلال الكهرباء والماء والغاز والنقل وغيرها، لابد ان ترفق ايضا بنشاط اقتصادي. ولا شك ان في الارياف كاين انشطه تقليديه معروفه يعني بالنسبه حسب طبيعه المنطقه.